انا شايف دلوقتي ان انتوا قاعدين في المبنى. قاعدين ليه في المبنى؟ معتصمين في المبنى. احنا معتصمين في المبنى وعلى استعداد هنبيت هنا. كل الناس دي معتصمة على فكرة. موظفي المصلحة كلهم معتصمين. احنا مش عايزين القيادات القديمة. قبل الثورة لا. مصطفى مركز تكنولوجيا. هو حضرتك المشكله كلها تتلخص ان في 32 مليون جنيه في الموازنه كانت تسمح. 32 مليون جنيه في الموازنه كانت تسمح. احتياج العاملين لصرف ال 200 حافز ال 200% 31 مليون و250 الف جنيه. الميزانيه فيها فاضي 32 مليون جنيه تم نهب هذا المال العام. تم نهب هذا. بالنسبه لاضراب الناس كلها دخلت اضراب عن الطعام. الناس كلها مضربه عن الطعام. احنا كلنا مضربين عن الطعام. لحين تحقيق المطالب رحيل القيادات والمستشارين الفاسدين